بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على أشرف الخلق المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا لآمنين، ربنا إنك رؤوف رحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فأسأل الله عز وجل أن يحفظ شباب المسلمين من كل سوء. وقد بدأنا قراءة قصة هذا الشاب الذي جاء إلى ابن عباس رضي الله عنهما، ونعود إلى هذه القصة لأننا لم نتمها آخر ما قرأنا بالأمس. قال الإمام غزالي رحمه الله، وذلك في كتاب آداب النكاح، ولازلنا نقرأ فيه. روي أنه انصرف الناس ذات يوم من مجلس ابن عباس وبقي شاب لم يبرح، يعني ظل مكانه، له حاجة واضح من السياق. فقال له ابن عباس رضي الله عنه: هل لك من حاجة؟ قال: نعم، أردت أن أسأل مسألة فاستحييت من الناس. يعني انتظر حتى ذهب الناس، وأنا الآن أهابك وأجلك. أول شيء مسح من الناس، ثانيا بعد ما ذهب الناس بقيت هيبة سيدنا ابن عباس. فقال ابن عباس: إن العالم بمنزلة الوالد، إن العالم بمنزلة الوالد، فما كنت أفضيت به إلى أبيك فأفضي إلي به. الواحد حتى مع الأب مرات يستحي بعض القضايا. فقال: إني شاب لا زوجة لي، وربما خشيت العنت على نفسي، فربما استمنيت بيدي نكاح اليد، فهل في ذلك معصية؟ فأعرض عنه ابن عباس ثم قال: أف وتف، نكاح الأمة خير منه وهو خير من الزنا. أي ثلاث مستويات. علق الإمام الغزالي قائلا: فهذا تنبيه على أن العزب المغتلم مردد بين ثلاثة شرور، كلها شر لكن مستويات ثلاث شرور مختلفة. قال: أدناها نكاح الأمة وفيه إرقاق الولد، وأشد منه الاستمناء باليد، وأفحشه الزنا. ولم يطلق ابن عباس الإباحة في شيء منه، لأنهما محذوران يفزع إليهما حذرا من الوقوع في محذور أشد، منه، كما يفزع لتناول الميتة حذرا من هلاك النفس. يعني هو حرام لكن يخاف على النفس من الهلاك فيأكل الميتة، ولعله يخاف، ولكنه لم يطلق الإباحة. فليس ترجيح أهون الشرين في معنى الإباحة المطلقة ولا في معنى الخير المطلق. إن لله وإنا إليه راجعون. وليس قطع اليد المتأكلة من الخيرات، وإن كان يؤذن فيه عند إشراف النفس على الهلاك. ما معنى ليس قطع اليد المتأكلة؟ اللي هي الغرغرينة اليوم، يد فسدت، أصيبت بجراح فأصابها التهاب ففسدت، فيصبح القطع ضروريا للحفاظ على باقي الجسد. فإذا في النكاح فضل من هذا الوجه، ولكن هذا لا يعم الكل بل الأكثر. فرب شخص فترت شهوته لكبر سن، فترت ضعفت لكبر سن أو مرض أو غيره، فينعدم هذا الباعث في حقه ويبقى ما سبق من أمر الولد، فإن ذلك عام إلا للممسوح وهو نادر. لا شيء عنده، انتهى، لا شيء عنده.
ومن الطباع ما تغلب عليها الشهوة بحيث لا تحصنه المرأة الواحدة، فيستحب لصاحبها الزيادة على الواحدة إلى الأربعة. فإن يسر الله له مودة ورحمة واطمأن قلبه بهن، وإلا فيستحب له الاستبدال. سواء الباعث، هذه مسألة في الناس موجودة، والغرب المنافق، الغرب ماذا؟ المنافق ليل نهار يطنطن على قضية تعدد الزوجات، وهم يعددون أكثر مما نعدد. أحد الناس لدينا حقيقة، أنا أنظر إلى الإحصائيات، مثل أهل القدس لا تصل إلى 1%، لا تصل إلى 1%، ما في عندنا. ومع ذلك تقول لي أنه في الغرب هو ضروري أن يتزوج زواج رسمي؟ عندنا بيسموه تعدد زوجات، هم يقولون كلمة بيستخدموا بوليجامي، أما هو يعدد، ورسميا صار عندهم الآن تعدد يسمونه ماذا؟ استخدموا لفظة ثانية، هم بالنسبة تعدد المحبة والأهم، بولي أمورس، بولي إيش؟ أمورس. إحنا بوليجامي، هم بولي أمورس، هم بيعددوا قصص الحب. احنا شوف كيف حتى في استخدام الالفاظ، يعني يعطي لنفسه الحق انه معلش قانونيا مسموح، ما دام انه خليلات وصديقات عدد ما شئت، لا عقوبه عليك، والدوله تتحمل. هنالك برنامج على التلفزيون عندهم الاف الحلقات صار منه سنوات طويله جدا، يعني مثلا المرأة أو الرجل تحضر رجال ويفحصون الجينات حتى يعرف ولده هذا لمن، مرات يجيبوا 10 20 ومع ولا واحد يطلع، وكان في ولد صغير عمره 11 سنة، لما ولا واحد طلع والده بكى الولد، يعني الصفي غير هذول الموجودين إيش كمان. وكان في كتاب باللغة الإنجليزية صدر، وكنت حصلت على نسخة منه، اسمه الديانة في أمريكا، Religions in America، والمؤلفان مؤلف ومؤلفة ليس من المسلمين، نقول إنه يعني إنه لا تبلين، هم يكتبون عن أنفسهم وما تطرقوا للمسلمين في الدراسة، فقط اليهود والمسيحيين الطوائف المختلفة. أسئلة كثيرة جدا، من ضمنها عدد العلاقات، من ضمنها عدد العلاقات، عدد هائل منتشر في الناس، هذه قضية خارطين في بعض خرطة غير شكل. لكن احنا يعني بقول لك احنا نتحدث عن مسؤولية، نتحدث عن ايش؟ مسؤولية، وبمعرفة وبعلم وبإشهار وبتحمل أنجب هذا يلحق بفلان من الناس. هذه مسائل. نعم، ليست دعوة للتعدد، ولكن الإنسان بدل ما يقع في الزنا، تفضل تزوج، يعني فيك بدعة تتحمل مسؤولية زيادة، تفضل تتحمل، مش أن المثل يقول حملوا نعجة، يعني البقية عندكم. نعم، فرب شخص فترت شهوته لكبر سنه او مرضه او غيره، فان عدم هذا البعث في حقه ويبقى ما سبق من امر الولد، فان ذلك عام اذن الممسوح ونادر، ومن الطباع ما تغلب عليها الشهوه بحيث لا تحصنه المراه الواحده، فاستحب لصاحبها الزياده على الواحده الاربع، فان يسر الله موده ورحمه واطمان قلبه بهن، والا فاستحب له الاستبدال. فقد نكح علي رضي الله عنه بعد وفاه فاطمه عليها السلام بسبع ليال، ويقال ان الحسن بن علي كان منكاحا، نعم، وذكر اشياء، وكان ربما عقد على اربع في وقت واحد، وربما طلق اربعا في وقت واحد واستبدل بهن. وقد قال عليه الصلاه والسلام، يعني حديث، نعم، هو كان يشبه النبي صلى الله عليه وسلم.
الحسن كان يشبه النبي صلى الله عليه وسلم كما هو متفق عليه. وعلى كل حال يعني فيها الكلام يعني ايضا بحديث بسند جيد حسن مني وحسين من علي، يعني من التودد ايضا فيها، هو حق وفيها تودد. اليوم ما في واحد عندنا يولد له حفيد او حفيده لا يقول ايش بيشبه فلان وبيشبه علان وبيشبه ها والاخوال وكذا وبيشبه، صح لا؟ فيها تودد. لا، والمثل عندنا يقول ثلثا، نقول بالعامية ثلثين، ثلثا الولد لخاله، طبعا من ناحية علمية نصف الكروموسومات، واضح؟ فيش زيادة، لكن القصد هنا مش قضية كروموسومات، هي عادة المرأة قد تأخذ الأولاد إلى الأخوال أكثر حقيقة الأرض الواقع، فيكون في التنشئة وأثر في الشخصية والاختيار. تخيل لنطفكم فإن العرق دساس، حقيقة في بعد أيضا في قضية التنشئة والتربية والأدب. فيتعلم الإنسان، كان بالأمس شاب يعني طلب الدعاء لخاله وأعجبت بالكلام هذا، اللهم ارحمهم جميعا وارحمنا. سبحان الله، يعني رجل يحب خاله فيطلب الدعاء لخاله، شيء جميل. فإذا أنت استبشرت خيرا ورأيت من ابن الأخت موقفا يعني مثلا يرفع الرأس كما نقول، فأنت حينئذ تقول أنه يشبه خاله، صحيح؟ أكثر فأكثر. المثل عندنا كل سنتين لولد خاله، فكان أحد أولاد الأخت عندي خواتي ما شاء الله كثر، الله يبارك فيهن وفيكم جميعا وفي أحبائكم رجالا ونساء، بالتوجيهية علاماته من العوائل على وجه الحقيقة يعني. فطلبوا منه في النادي أن يلقي كلمة بهذه المناسبة في نادي سلوان، فقلت له يا خالي حينما تحدث الناس قل لهم ثلثين الولد لخاله هذا قديما، أما الآن أربعة خماس الولد لخاله، يعني يرفع الرأس ولو سوى شغلة ما كانت تختبئ إيش تختبئ منه. نعم، سبحان الله. حتى في حديث ما احنا في لازلنا في جو الإسراء والمعراج بصورة أخرى، في حديث المعراج حينما وصل إلى يحيى وعيسى عليهما السلام، قال فإذا أنا بابني الخالة، لسبب لآخر أنا أشعر كأنك تطعمني أنا حلوة، كأنك تطعمني إيش حلوة، كأني بتتحليني لما أسمع كده بابني الخالة، يعني في رابط جميل جدا في هذه العلاقة. أولاد الخالات، شيء سبحان الله، يعني ربنا ييسر، شيء جميل. ولذلك نحن نركز على أن لابد من أن نحافظ على الروابط الاجتماعية، على صلة الأرحام، هذا النسيج الاجتماعي الموجود لنا من أهم الأشياء في المجتمع، هذا إن شاء الله يقوينا ويصبرنا حتى يقضي الله عز وجل أمرا كان مفعولا. فهذا من دواعي الصبر على ما نحن فيه، نقول رباط ونقول كذا، لكن النسيج الاجتماعي مهم جدا في هذه الحياة، حتى لا نتكالب ولا نتغول البعد المادي، حتى يظل هنالك بيننا ألفة ومحبة ويعني لله، تكون هذه هجرة لله. فقيل إن كثرة نكاحه نعم، ذكر الإمام الغزالي هنا صحابة يعني اشتهر بقضية الزواج، وكان في الصحابة من له الثلاث والأربع، ومن كان له اثنتان لا يحصى، ومهما كان البعث معلوم فينبغي أن يكون علاج بقدر العلة، فالمراد تسكين النفس فلينظر إليه في الكثرة والقلة. هنالك بعد آخر في الصحابة، يعني يظن أنه لم يذكرها هنا،
ونذكر شيئا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتداء. هي مدرسة، هي مدرسة. حينما كانت خديجة رضي الله عنها على قيد الحياة لم يتزوج بأخرى، هذه نرسخها في الأذهان، حينما كانت خديجة على قيد الحياة لم يتزوج بإيش؟ بأخرى. وتوفيت السيدة خديجة رضي الله عنها، فمن تزوج أول شيء وبعد فترة فيها إيش؟ انقطاع قليل لم يتزوج فيه، ثم تزوج بالسيدة سودة، تزوج السيدة سودة كبيرة في السن، كبيرة إيش؟ في السن. هنالك بعد اجتماعي نفسي واضح، كانت الصحابية تكون يعني تحت فلان فيستشهد في الماء، فتكون تحت فلان، حياكم الله سيد، فتكون تحت فلان ثم تكون تحت فلان، بمعنى أنه لا تترك. القصد مش القصد هنا البعد إيش؟ الجنسي. كان هنالك حفاظ، يعني أنه من تقديره أيضا لأخيه الذي استشهد توفي أن يتكفل بأهله. وتعلمون تماما أنك إن لم تتزوجها فكي تكفل أيتامها؟ بداية سورة النساء تدل على أن السياق سياق رعاية أيتام. خبتم الله تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. إذن هنا للعدل مع الأيتام، ليس للزواج باليتيمات، الأيتام ذكور وإناث، إنما هو زواج بأم. وإن لم تزوج بأم هؤلاء الأيتام كان لديك صدقات على العيد عمرتين في السنة، وبجوز على المدارس، فتوح المدارس وبجوز. لكن لو أنت تكفلت بهؤلاء الأيتام، ضممتهم تحت جناحيك، تكفلت بهم كل يوم. ولا يفعل هذا الإنسان عادة مع أيتام خارج المنزل، عادة لا يفعل. ترون من الناس أنهم يفعلون، يتكفل يوميا بالرعاية، عادة لا يفعل. سبحان الله. الفائدة الثالثة ترويح النفس وإناسها، وتعيناسها بالمجالسة والنظر والملاعبة، إراحة للقلب وتقوية له على العبادة. فإن النفس ملول وهي عن الحق نفور، لأنه على خلاف طبعها، فلو كلفت المداومة بالإكراه على ما يخالفها جمحت وثابت، وإذا روحت باللذات في بعض الأوقات قويت ونشطت. وفي الاستئناس بالنساء من الاستراحة ما يزيل الكرب ويروح القلب. وينبغي أن يكون النفوس المتقين استراحات بالمباحات، ولذلك قال الله تعالى ليسكن إليها. والبيوت الأصل فيها أن تكون بيوت سكينة، فهنالك بعد نفسي اجتماعي، لأن العلاقة الزوجية لا تحتل من يومك من 24 ساعة إلا شيئا يسيرا، إذا كان هذا لا زال موجودا، والباقي إيش؟ سكينة، مودة، رحمة، عطف، استئناس، إيناس، تدخل مودة على قلوبهم وتدخل، يعني في بعد. لا يكون البيت محل معركة، ميدان إيش؟ للعراك. والشيطان لا يزال بك حتى يدخلك في المعترك، ولا يزال بها حتى يدخلها في المعترك. اترك شيئا لله، عاد كن راس مال 60-70 سنة، الله يبارك في أعمارك، وتنتهي إيش القضية على السلام بإذن الله عز وجل. وادخل الجنة أنت وإياها، أدخلها أو تدخلك أو تدخلان بإذن الله برحمة من الله عز وجل. الأصل في البيوت السكينة، الأصل في البيوت إيش؟ سكينة. أنت تتعب خارج البيت وتتعامل مع الناس وإلى آخره، بحاجة إلى أن يعني إلى هذا الشحن الإيجابي، إلى هذا الشحن إيش؟ الإيجابي. إذا ترويح للنفس فتتقوى على العبادات، وتتقوى مش كون سكينة بمعنى أنك يعني يعجبك الحال حتى تنقطع عن الأعمال، حتى لا تخرج إلى الصلاة، حتى لا يعني يكون المسجد قريبا نسبيا منك،
ظلك مستأنس في البيت، ظلك بدها شوية إيش، بدها شوية همة، ما لي ناس أترك. ولا بد من أن يكون هنالك سكينة بإذن الله عز وجل. لأنه برضو رسالة للجهتين، رسالة للجهتين للرجال وللنساء، قضية السكينة للرجال وللنساء. لأنه إذا ما وجد السكينة سيذهب إلى سكينة إيش أخرى، مظنة أن هنالك سكينة أخرى. هو منها اللغة، نعم سبحان الله. وقال علي رضي الله عنه: روحوا القلوب ساعة، فإنها إذا أكرهت عميت. وفي الخبر: على العاقل أن يكون له ثلاث ساعات، ساعة يناجي فيها ربه: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. ساعة يناجي فيها ربه، وساعة يحاسب فيها نفسه. ولو فعلنا محاسبة النفس هذه لانقلب حال المجتمع. حاسبوا أنفسهم قبل أن تحاسبوا. وساعة يخلو فيها بمطعمه ومشربه، فإن في هذه الساعة عونا على تلك الساعات، يقضي حاجتك حتى تنتبه لعباد، حتى تفرغ القلب. وتعلمون يجب أن يكون القلب قد أخذ حاجته إذا حضر العشاء والعشاء، إذا حضر العشاء والعشاء فابدأ بالطعام، فابدأ بالطعام. هنالك متسع، بمعنى أنه خذ حاجتك الجسدية والنفسية، استرح لعل يكون لك في بحر النهار قيلولة، موعدها الأصلي القيلولة قبل الظهر. موعدها الأصلي متى؟ قبل الظهر. من الناس عندنا بعض العصر بجوز بجوز، لكن الماء. طب لما قبل الظهر؟ ما إذا قمت أنت إلى الصلاة، معنى صلاة الفجر، هاي الساعة 4، شايف؟ قمت الأذان على 4:30 أبو منجر، قمت للصلاة وصليت ما شاء الله تصلي، ثم دخل الفجر وصليت وذهبت المسجد، ولعلك تنتظر الشروق وتصلي الضحى، ثم تعود وتقوم على شؤونك و ما بتوصل قبل الظهر، لأنك بحاجة إلى هذه القيلولة. حتى أن بعض الدول جربت أن يكون دوام الموظفين لديها مبكرا، يعني هنالك وقت ضائع في الصبح، اعتبروا وقت ضائع، إذا مبكر بدل ما تبدأ على الساعة 8، لو بدأت الساعة 6 مثلا ما بتوصل، يعني أنت تنهي العمل في منتصف النهار، يظل عندك وقت طويل لأعمال أخرى بدل ما يأتي الوقت. كل يوم أنت مشغول، كل يوم مشغول في وسط النهار. جربوا. كثير من الناس يعود إلى النوم، كثير من الناس يعود إلى إيش؟ إلى النوم. ومثله بلفظ آخر: ليكون عاقل طامعا إلا في ثلاث: تزود لمعاد، لك موعد فتتزود لهذا الموعد، أو مرمة لمعاش أو لذة في غير محرم. خلينا في قضية المعاد، موعد. العجيب أن الناس في بلادنا أنهم إذا أرادوا أن يذهبوا ليتروحوا رحلة، ورحلة لأجل الراحة ولا لا، حضروا لها رحلة يوم من الطعام الشيء إيش كثير. رأيت الناس تنزل من الطائرة، يعني ليس بأنفسهم، يعني لما وصلنا عند الحقائب كان حجا، يعني نتحدث عن جدة، إن شاء الله ربنا يرفع هذا البلاء وتعود أمور الحج والعمر إن شاء الله إلى ما كانت عليه بإذن الله عز وجل، وأفضل بإذن الله عز وجل. رأيت الناس قد أحضروا معهم حللا قدورا راسيات، يعني يكاد الرجل يجلس فيها، فمتى ذاهب للحج؟
وين رايح تفتح انت يا شيف رمزي تسوي هناك يعني؟ ليه؟ يكفيك، دبر حالك، خبز ولبن يعني، ما حدش يمنعك انك تاكل شيء يعني. لكن هذه القدور الراسيات يعني، وين شو المشروع اللي انت جاي من اجله يعني؟ سبحان الله، يعني يحضرون للميعاد وهنالك موعد ضرب لك، هنالك موعد ايش؟ ضرب انت لا تعرفه، خبي عنك، ولو علمت الموعد الذي ضرب لك لعلك تهبط. سبحان الله، من لطف الله عز وجل بنا ضرب لك موعد انت لا تعرفه. هذه قاطرة، قاطرة تسير، قاطرة ايش؟ تسير، ومقطوع لك تذكرة، مقطوع لك تذكرة، وحتما مقطوع التذكرة. ثم في لحظة معينة يقال لك انزل انزل، كلهم ظلوا في القاطرة ما عدا اللي قيل له ايش؟ انزل، تفضل يا يؤخذ. يا انا معاك، احنا ما قلنا حرام، جزاهم الله خيرا اللي باخذ معهم لبن جميد من البلد، منيح ورزيهم الخير، لكن انا بتحدث عن يعني ما هو المشروع. ليه؟ يعني مثلا الناس التي تاتي الى الاقصى وتكون صائمة وتفطر هنا، الله يجزيهم الخير. الناس لا تخرج من المسجد، احنا كثير منا يعود إلى بيته، وفي ناس ما شاء الله بظل موجودة وبيجتمعوا بعد صلاة الضحى وبفطروا معه، الله يجزيهم الخير. لابد من بظل طول النهار، في ناس يعني قلبها معلق بالمساجد، وطبعا المسجد الأقصى يعني له ميزة وله فضل، الله يجزيهم الخير. لكن تحدث انه ما هو مشروعك؟ القدور الراسيات شيء حجم هائل جدا ومتعددة، لذلك نقول يعني هل من الظن ممكن يعني؟ ما لا قلنا حرام، ولا قلنا ما قلنا حرام. بعض الناس يسافر بشيء، احد ابو اسماعيل الله يجزيه الخير اللي بيعرفه، ابو اسماعيل الطويل من رواد المسجد الأقصى ما شاء الله عنه، الله ربنا يتقبل منه ولا يزكي الله أحدا، لما كانت الأمور مفتوحة كان يحج، يعتمر كل سنة يعني رايح جاي بمبلغ زهيد جدا. تتصور الواحد فينا إذا رايح على رام الله يجوز يصرف أكثر منه، يعني يذهب العمرة ويعود على البساطة، على إيش؟ على البساطة. القصد من هذه الرحلة العبادة، ولا بأس. أنا لم أقل اللي بقعد في الغرفة اللي بعشرة آلاف دولار بالليلة، ولا بنام على بلاط الحائط، يعني ما قلنا حرام، ما قلنا حرام، لكن قلنا ما الهدف يعني؟ ما نحولها، حتى لو تاجر، لكن القصد أنه فرصة أنه الإنسان ينتبه لعبادته. نذكر بقضية المعاد من الغد بإذن الله عز وجل إن شاء الله. جزاكم الله خير، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. صلى الله عليه وسلم.